12 فيفري 2017 نظمت جمعية ابن رشد للثقافة والعلوم بسعادة بالتنسيق مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والاتحاد العام التونسي للشغل الممثل في النقابة العامة لأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء الاستشفائيين بجامعة الجنوب ذكرى الأربعينية وفاة المرحوم الدكتور محمد المنصف السويسي تخليدا لذكراه ولما قدمه في سبيل مدينة صيادة والبلاد التونسية من جليل الخدمات خاصة في القطاع الصحي كطبيب مختص في أمراض التوليد والنساء كمناضل حقوقي كمناضل سياسي وبينا بشهادات حية من الأصدقاء من الأطباء الذين عملوا معه من شخصيات من مدينة صيادة لتعريف فيه عمل شاوش طبيب مختص في مرض النساء والتوليد سي المنصف هو يسمى نوتريني في صيادة هو من بادر في الاختصاص ومن الناس اللي أثر علينا باش نعملوا الاختصاص كان ديما كي نسأله نقول له علاش تحب الاختصاص هذا يقول لي يعني نحب الحياة نحب الحياة كان متميز بصفته كطبيب وكأستاذ معناها بالطب طريقته معناها كانت فريدة شوية من نوعها كانت عنده فلسفة خاصة في تمرير المعلومة وفي التأثير الشيء اللي احنا نتذكروه معناها كأطباء شباب هو وانه حببنا في الاختصاص وكان يخبي حتى شيء علميا كان كل شيء يحب يعطيه وكان يفرح برشا كي شي مره المعلومه طبيب فوجة طبيب نساء وتوليد المنصف السويسي كان صاحبي وخويا وخدمنا بالجمعية بتاع الخصوبة والعقبة مدة طويلة وعملنا عدة حصص للتكوين الأطباء بالأخص في المهدية مع منصف كونا أطباء النساء والتوليد في اختصاص الخصوبة والعقم وشاركنا في برشة مؤتمرات مع منصف منصف كنت نحبه برشة ونعزه برشة في بعض الحالات نجيب صيادة على خاطر عبد الهاب مرجان أستاذ بكلية الطب المنستير وجراح بمستشفى ابن الجزار بالطيروان عرفت صديقي منذ كان طالب وأنا مسؤول بنقابة الأطباء الداخليين بسوسة وكان أكبر العناصر ديناميكية وقناعات العمل النقابي للدفاع على المتربصين عرفته كزميل بالمهدية وكان مميز بنضاله باش يجعل قسم أمراض النساء قسم مثالي عرفته كأستاذ وعنده طريقة مميزة في تبليغ العلم ثقافته العامة والعميقة اللي يربطها بالمعطيات العلمية وهذاك اللي خلى أنه الطلبة والمتربصين يعشقوا طريقة التدريس متاعه وعرفته مع الأسف في آخر حياته كمريض وما شفتش مريض أقوى منه في تحمل المرض بتاعه في معناها لا جيستيون في التصرف معناها في حياته العائلية في حياته المهنية وفي المرض بتاعه وإنسان كان متميز بالورجيناليتي بتاعه بامتيازه وانا نقول في الاخر الله يرحمه منصف فقدناه فقدنا
إنسان شغوف للحرية وللنضال وللعلم. ونقول كل ما أنا شخصيا مش نعمله مستقبلا في العلم ولا في الاجتماع ولا في السياسة مش نقوم به باسمه ولهو. هناك لائحة إمضاءات، هو الجمعية تتبنى مقترح يعني الهيئة المديرة بتسمية مركز الصحة الأساسية صيادة واحد باسم الدكتور محمد المنصف السويسي، ومعنى كجست متاع عربون محبة وتخريدا باسمه نظرا للخدمات الجليلة التي قدمها خاصة في القطاع الصحي.